المرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن تعود الولايات المتحدة إلى القمر، وللمرة الأولى في تاريخ البشرية تتولى شركة خاصة أمريكية إطلاق مركبة إلى القمر وقيادة الرحلة. رئيس ناسا بيل نيلسون قال إن الوكالة ستعمل على إرسال رواد فضاء إلى القمر اعتبارا من العام 2026. ماذا يمثل هذا النجاح بالنسبة لعلوم الفضاء؟ وما دلالات أن ينسب النجاح لشركة خاصة هي من تولت تأمين الهبوط على سطح القمر؟ هل تعتبر الخطة القادمة بإرسال الرواد نحو القمر هي الحتمية المقبلة لناسا؟ بعد غياب دام لخمسين سنة تعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر بعدما نجح مسبار أمريكي صنع في الهبوط على سطح الكويكب الفضي، لكن الإنجاز هذه المرة يعتبر تاريخياً لأن المركبة تابعة لشركة Intuitive Machines الخاصة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها. كلما أدخلنا الشركات الخاصة في هذا الأمر سيكون لدينا المزيد من الحلول والمرونة والمزيد من الأساليب منخفضة التكلفة وتنظيم أقل لما يمكن أو لا يمكن فعله، وربما نصنع أشياء كأننا نصنع سيارات. وحسب المسؤولين عن الرحلة بدأ المسبار وبعد رحلة نزول اعتبرت معقدة بسبب بعض الصعوبات التقنية في إرسال إشارات إلى سطح الأرض وبالتحديد إلى غرفة التحكم المشتركة بين Intuitive Machines ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا والموجودة في هيوستن في ولاية تكساس. والموقع الذي تريد Intuitive Machines اكتشافه على سطح القمر موجود على بعد نحو 300 كيلومتر من قطبه الجنوبي، ويحظى هذا الموقع باهتمام كبير لأنه يحتوي على مياه على شكل جليد يمكن الاستفادة منها. وتأمل ناسا في إرسال رواد فضاء إلى هذا الجانب من القمر خلال سنتين من خلال برنامجها أرتميس، ولجعل رواد الفضاء مستعدين لهذه المهمات تسعى الوكالة الأمريكية إلى دراسة هذه المنطقة التي لم يتم استكشافها بصورة كافية حتى اليوم. وفي هذه المرحلة من الاستكشاف تستخدم ناسا برنامجها الجديد SLBS، وبدلا من أن تبتكر بنفسها مركبات فضائية لإرسالها إلى القمر كلفت شركات خاصة بنقل معداتها العلمية إلى هناك لخفض التكاليف، إذ لم تبلغ كلفة مهمة Intuitive Machines التي كللت بالنجاح سوى 118 مليون دولار، وهو مبلغ صغير جدا مقارنة بما تنفقه الوكالة لتطوير أبسط برامجها الفضائية. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من كاليفورنيا البروفيسور جورج الحلو، أستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وأيضا أستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. مرحبا بك بروفيسور الحلو. أريد أن أسأل بداية عن القيمة العلمية لهذه العملية التي تمت بنجاح بهبوط مركبة فضائية من شركة خاصة على سطح القمر. شكرا لكم استضافتي اليوم. الاهميه اكيد في اهميه اقتصاديه للشركات الخاصه، لكن الاهميه العلميه هو انه لما نفتح طرقات جديده للوصول الى الفضاء او للوصول الى القمر بصير عندنا مجال نوضع اجهزه علميه وادوات رصد للكواكب، للقمر، للكون. بصير عندنا طرقات جديدة، بصير عندنا مجال إنه نوصل بكلفة أقل، وهيدي مهمة لأنه بتعطينا مجالات أكثر لحتى ندرس الكون وندرس الكواكب. الآن ربما من يشاهدنا يقول كل هذه الكلف المالية التي تصرف على الوصول إلى القمر، واليوم نتحدث عن جزء محدد من القمر، القطب الجنوبي أو الجهة الجنوبية من القمر، ما الفائدة منها؟ لماذا نريد الذهاب هناك دون البقاء في الأرض كما يقول البعض والاستكشاف هنا في الأرض؟ اهتمامنا بالقمر هو متصل بوثائق باهتمامها بالأرض. اليوم النظرية الغالبة اليوم هو أن القمر كان في مدار شمسي قاده إلى الاصطدام بالأرض، ونتيجة هي أن الأرض التقطت القمر بجاذبيتها بمدار حولها وبقي لغاية اليوم. تاريخ القمر وتاريخ الأرض متصلين ببعضهم.
من حوالي 10 سنين اكتشفنا انه على سطح القمر، خصوصي بالمناطق بالقمر يلي ما بتضربها الشمس مثل القطب الجنوبي، في جليد، وجليد في قسم منه جليد مي. كيف وصل؟ ليش بقي؟ كيف بحافظ على وضعه؟ هيدي أسئلة علمية بدنا ندرسها. إدي الكميات المضبوطة. هلا نحن عندنا طرقات تانية لحتى نكتشف، لحتى ندرسها هيدي. مثلا من الجملة نوضع مراصد بمدارات حول القمر، بتمسح الأرض، بتفتش خصوصي على ثلج، على الثلج والجليد المي. لكن إذا قدرنا نغط وندرس التركيب الكيماوي والايسوتوبس، بنعرف أحسن بكتير صحة النظرية، وبنفهم تاريخ الأرض قبل والقمر قبل ما ينصدموا ببعضهم، ومنين اجت هالمي، هل اجت مع القمر أو كانت نتيجة الانصدام. طيب نعم بروفيسور، عفوا للمقاطعة لو سمحت لي، ذكرت حضرتك في بداية جوابك بأن شركة خاصة بمعنى هناك جنب اقتصادية تتعلق في نجاح شركة خاصة وليس وكالة مثل وكالة ناسا أو الوكالات الفضائية الأخرى في بلدان أخرى. هذه الأهمية أين تكمن؟ يعني هل هذا يفتح الباب أمام شركات خاصة أخرى لأن تقتحم هذا المجال؟ إلى أي مدى يكون هذا الأمر آمنا من حيث انطلاق مثل هذه الشركات الخاصة بمشاريع كبرى كانت تقوم بها دول؟ الحقيقة إذا بندرس تاريخ الاستكشاف على الأرض، إذا بنرجع للقرن ال15 والقرن ال14 وال16، أول ما تركنا أوروبا وصلنا على أمريكا، كانت محدودة بالدول. لكن لما عرفنا أنه في مجالات اقتصادية، فتحنا المجال للاستكشاف الاقتصادي بالشركات الخاصة، وهيدا فتح مجالات اقتصادية أثرت الكل، والكل استفادوا منها. مش الكل بالهم المناطق اللي مثل المناطق اللي تضرت من الاستعمار، لكن اجمالا كان في مجال، انفتحت المجالات بشكل كبير لما فتحنا المجال للشركات الخاصه. هون التفكير هو انه بصير في تجديد اكثر. اكيد من الواضح انه لازم ناسا يكون عندها مفهوم واضح، ويكون عندها تاكيد انه يكون في وضوح بشو عم تعمل هذه الشركات الخاصه. بالضبط بالضبط. شو القوانين عم تتبع؟ اكيد هذا لازم يكون في 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 وضوح. لكن ادخال الشركات الخاصه شغله مهمه، لانه حتى وقت اللي كنا عم نبني ابولو والناسا كانت مديره لكل شيء، اكيد انه ما كان صار ابولو لو ما انه الشركات الخاصه كان عندها خبره علميه وخبره، ولكنها كانت بروفيسور تحت اشراف ناسا. يعني كان كل هذا الموضوع هو تحت اشراف جهه معتمده ويمكن الوثوق بها. ارجو منك ان تبقى معي بروفيسور، نريد ان نستعرض هذه المعلومات اكثر عن عمليه الهبوط الجديده بعد 50 عاما على القمر. تفضل بالبقاء معنا دكتور. إذن مشاهدينا، هبطت المركبة المصنعة بشكل كامل على سطح القمر، وهي من صنع شركة انتويتيف ماشين الأمريكية، في أول عودة أمريكية لجارنا القريب القمر منذ أكثر من 50 عاما، عندما أنهت الولايات المتحدة مهمة أبولو 11 الشهيرة التي وصل فيها رائداء الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين لسطح القمر. وقتها كان أرمسترونغ أول من خطى على سطح القمر، وحينها قال جملته الشهيرة: هذه خطوة صغيرة لإنسان على القمر، لكنها قفزة عظيمة للبشرية.
اليوم السيناريو يتكرر، ولكن هذه المرة بمركبة غير مؤهلة ومهمتها لوجستية. المركبة صنعتها شركة انتويتيف ماشين الأمريكية بتكلفة تزيد عن 118 مليون دولار بعقد من ناسا. يبلغ ارتفاع هذه المركبة نحو 4.5 أمتار وتزن نحو 1.5 طن، ولديها محرك يعمل بالميثاني والأكسجين، وفيها ألواح شمسية لتغذية بطاريتها للعمل فقط لأسبوع، وهي المدة التي تشرق الشمس فيها على مكان الهبوط على القمر. استخدمت الشركة آخر التقنيات الحديثة من أجهزة استشعار وبث وكاميرات، ولها 6 أرجل لمساعدتها على الهبوط والتوازن. بعد دخولها مدارا دائريا حول القمر على ارتفاع 92 كيلومتر من سطحه، كان على مركز التحكم بمقر الشركة في تكساس تشغيل محرك المركبة لإعطائها قوة دفع معاكس لغرضين: الأول إبطاء سرعتها، والثاني لمساعدتها على تعديل وضعيتها من الأفقية إلى العمودية. استغرقت هذه العملية 73 دقيقة قبل أن ينطفئ المحرك، وتستقر المركبة عموديا بمنطقة تبعد 400 ميل عن القطب الجنوبي للقمر، وهو ما يجعلها أول مركبة فضائية تجارية تحقق هبوطا ناعما soft landing على سطح القمر بسرعة 3.5 كيلومترات الساعة بالساعة في عند هذا الهبوط. بعد إعطاء الشركة التأكيد على أن المركبة هبطت على القمر، وكان هذا إثر تلقي مركز التحكم إشارة راديوية وصفت بالضعيفة في المركبة عند الهبوط، كان من المفترض أن ترسل المركبة صورا لمراحل هبوطها ومكان الهبوط، خاصة أنها مزودة بكاميرات تتمتع بتقنيات عالية. لكن مركز التحكم خرج ليعلن أنه لم يتلقى بعد أي إشارات راديوية من نظام الاستقبال والإرسال لراديو المركبة، وهو ما جعل الشكوك تثار حول ما إذا كانت المهمة نجحت بالفعل أم لا، علما أن رحلات سابقة لناسا إلى المريخ وكويكب خارج نظامنا الشمسي استطاعت ناسا وقتها أن تحصل على صور من المكان ولو بفترة متأخرة. أعود لضيفي من كاليفورنيا بروفيسور جورج الحلو. بروفيسور الحلو، أريد أن أتحدث معك عن، لا أعرف إذا كان ممكن أن نسميه خللا بعدم إرسال صور إلى الأرض عن عملية الهبوط، خصوصا وأن هناك عمليات هبوط كانت أبعد من القمر ووصلت بالفعل الصور. ما بعتبرها مشكلة كبيرة، لأنه دائما بيكون لما توصل المسبار بيوصل على ويحط في كثير اشياء عم بتصير لحتى تسهل الهبوط، ويمكن صار في اشياء اهم كان لازم تهتم فيها المركبه اهم من الاتصال بالارض. لكن بالنهايه حاليا اللي عم يقولوا لنا اياه هو انه صحتها منيحه وكل شيء منيح، وعن قريب بنشوف نتائج. لحد ما يجي وقت نعرف انه في مشكله اساسيه، بفتكر انه ما بقول لازم ننطر شويه لحتى نشوف شو عم بيصير. هذه النطره او الانتظار بروفيسور، البعض تعرف حضرتك يشكك اساسا بالهبوط الانسان على القمر قبل 50 عاما، والان جاءت هذه العمليه مره اخرى لتثبت لهم على الاقل بان المساله ربما ليست دقيقه وليست صحيحه، وما ينشر قد يكون متلاعب فيه. حضرتك كبروفيسور مختص، ما هي الرسالة التي يمكن أن توصلها لمن يشكك في عملية الهبوط من عدمه على القمر؟ هالنشاطات هذه كلها مفتوحة، كتاب مفتوح إذا بدك. إطلاق الصاروخ كان علني، الكل شافه. إذا في كتير أشخاص عندهم معدات فيهم يتصنطوا يسمعوا الراديو سيجنالز يلي عم تيجي من القمر. أنا ما بشغل بالي بهيك سيناريو. أنا بعتبر إنه
كل شيء عم بيصير مفتوح، وفي عندنا كثير طرقات انه ناكد انه صار هبوط على القمر. شوف انه صحيح انه تاخروا بالصور، بس لازم ننطر. في عده معلومات، نعم مثل ما حكيت انه في كثير معلومات غير انه غير الصور، في كثير معلومات عن سرعه المركبه وين جاي السيجنال فروم منها، وهيدي كلها الناس عم بتطلع عم بترصدها كمان، وما في انه ما بتصور انه يكون نعم. كل هالناس عم بيركبوا تركيبه انه غطينا على القمر اذا ما غطينا على القمر. طيب الان بروفيسور، هذه المركبه من المقرر لها ان تبقى هناك باعتبار انها غير ماهوله بالبشر برواد فضاء. السؤال انه اذا كانت يعني مهمه ابولو عادت بالمركبه الفضائيه قبل 50 عاما، يعني هبطت وعادت، لماذا هذه المركبه ستبقى هناك؟ يعني هل المهمه تقتضي ان تبقى هناك ام هناك عجز باعادتها الى الارض؟ نعم، اذا بدك تصرف، اذا مستعدين نعطيها كلفه 5 مرات او 10 مرات قد ما كلفت، فينا نرجع. لكن توفير كبير هو انه نقول عندنا مجال لنغط مثل ما قلت سوفت لاندنج، نغط بشكل ناعم ونبقى على القمر. هيدي ارخص بكثير ما انه يكون في عندنا امكانيه الفيول والمكان والموتورز حتى نقدر نرجع على الارض. بالنسبه لي وبعدين كثير بتصير كثير اصعب اذا بدك اياها ترجع على الارض. في عمليه ارجاعها الى الارض، في مساله ارسال رواد فضاء بشر كما ينقل عن ناسا بان هذا الامر قد يحصل بعد 2 عامين من الان في العام 2026، الى اي مدى هذا الامر واقعيا؟ وكيف تؤثر بروفيسور مثل هذه الرحلات الخاصة بالتمهيد لعودة البشر إلى القمر مرة أخرى؟ أول شيء، هذا حاليا برنامج ناسا أنه العودة إلى القمر برواد فضاء، مع العلم أنه التصميم على المدى البعيد هو أولا إبقائهم على سطح القمر، يعني يسكنوا القمر مثل ما سكنوا بالمحطة الفضائية، والتحضير لإرسال رواد نحو المريخ. يعني القمر بعد ما نفكر فيه إنه مرحلة للانطلاق صوب المريخ واستعماله كقاعدة للانطلاق. هذا المشروع السؤال الوحيد، هل راح يكون في الدعم المالي الكافي للوصول للغاية هيدي؟ لا، لأنه قصة مكلفة. لما بيكون في أشخاص رواد كل شيء بيصير الوضع أغلى بكثير، لا شك، مختلف عن إرسال محطة فضاء كما حصل بالتمام. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وحضورك بروفيسور جورج الحلو، أستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، على حضورك معنا. شكرا.